خلقتها من نور فيه ترام فيه ترام ربي خلقتها من نور فيه ترام فيه ترام. Dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang takut, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah tadi, bahwanya surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, dengan cara selalu kita minta ampun dan bertobat kepada Allah, karena kita tidak ada yang terlepas dari dosa dan salah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah seketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadi iktibar bagi diri hati dan bagi kita semuanya. Fa'tabiru ya ulil albab wal absar la'allakum tuflihun. الحمد لله حمدا كثيرا كما عمد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لم يبعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال ايضا في ايه اخرى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا ما دامت السماوات والأرض. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة فاسخر بلدان المسلمين أمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أكمل الصلاة.